هذا وقد نظمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عددا من الفعاليات والبرامج الرياضية المتنوعة حرصا منها على إتاحة الفرصة أمام جميع منتسبيها للمشاركة في برنامج يوم البحرين الرياضي. شارك مجموعة من مسؤولي وموظفي الوزارة إلى جانب نخبة من منتسبي المراكز التابعة لها في مختلف محافظات المملكة في فعاليات وأنشطة ماراثون المشي والمسابقات والألعاب الرياضية المنوعة، إضافة إلى إقامة الفحوصات الطبية المجانية والعروض الشعبية ومحاضرات التوعية بشكل ينسجم مع أهداف هذه المبادرة الرياضية الرامية إلى رفع المستوى الصحي والثقافي والاجتماعي وتعزيز مفهوم وثقافة الرياضة للنهوض بمجتمع صحي معافى من الأمراض وجعلها أسلوب حياة للجميع في مملكة البحرين.